راح أرجع البيت وراح يجي مقاول البيت وراح يجي مهندس من ديوة ونشوف المصيبة اللي موجودة عندي وين أساسها. أنا كسعودية أعتبر أجنبية في دبي، فلذلك فاتورتي تكون غالية. مهيرة جارتي وإماراتية، فسألتها عن استهلاكها للمكيف. متخيلين؟ نفس البيت، نفس المساحة، نفس الاستهلاك، بس مهيرة تدفع 800 بالشهر، أنا أدفع 8000 كأجنبية. تذكرون لما تبهدلت في رمضان أنا وبنتي والعاملات واضطرينا نطلع من البيت 5 أيام رحنا عند هبوش بسبب التسريب اللي موجود؟ طبعا الموضوع أنك تكسر في الحديقة وتصلح البايبات وترجع مرة ثانية تصلح الأرضية يكلف كثير، غير الفاتورة اللي مالك ذنب فيها بسبب التسريب. وبطبيعة الحال اضطريت أني أدفع 11000 درهم ثمن التسريب اللي أنا مالي ذنب فيه، لولا انقطعت الموية ما دريت، حتى إنذار ما وصلني. والحين أغيب شهر ونص أجازة عشان أرجع أشوف الفاتورة، بس الموية لحالها 36000 درهم. ليه؟ ديوة يقولوا لي في تسريب، والمقاول يقول لي صلحنا التسريب، والعداد شغال كأنه ماكينة فراري، مين بيدفع 36000 في النهاية؟ خلوا الموية على جنب، الكهرباء 8000. ماني فاهمة، يعني الصرف الصحي وانتو بكرامة الحالة فاتورته 7000. اللي يغبن بالسالفة انه سواء كانت غلطة المقاول او انه ديوة ارسلوا لي اشعار وانا مسافر ما دريت عنه، انه انا اللي لازم ادفع في النهاية. يعطيك العافية حبيبي، ادري تعبتك معي، نشوف اخرتها. البيت كله تكسر ما شاء الله، ما شاء الله شحلات البيت، ايش زينة، بس كل اللي صار تكسير بكل مكان، وراح يبدأوا تكسير هناك بعد. هذه البداية. جماعة ديوة موجودين عندي بالبيت، البنات المواطنات اللي في المركز الرئيسي ما قصروا معاي صراحة، كلهم دوب بس ما بيدهم شيء. إذا حفرنا هنا وحفرنا على جانب البيت وما لقينا ديك، شو نسوي بالضبط؟ النقطة مهم، مسؤولية ديوة. قلت لي مسؤولية ديوة بس في العداد. لين عداد؟ وصل 36000 وما قطعته، وما زال لسه شغال قاعد يحسب علي، والموية مقطوعة عندي في البيت داخل. وهذا العداد جابوا عداد جديد، وطبعا الحين بس سكرتوه انتو صح؟ سكرنا عشان نوفر الماي. طيب كان وفرتوا من زمان مو الحين. صح صح، باسل قال لازم بدل ما يلصقوا ورقة وما حد يشوفها لازم احد يوقع من البيت على الاستلام انه استلم اشعار. طبعا انا ما وصلت لهذه المرحله من القهر الا لما رحت ديوة اليوم وقدمت شكوى، وقالوا لي احنا بس خصنا في العداد. طيب وبعدين؟ طبعا التسريب مش ظاهر، لو ظاهر كنت بعرف عنه، اذا التسريب برا كيف بالله بعرف؟ ولازم ادور عليه، وحفرت البيت كله ادور عليه وما حصلته. المشكله لما سالنا ديوة ليش ما قطعتوا المويه، قالوا علشان ما يجي كومبلين وما يزعل العميل. يعني الحين انا مو زعلانه على 36000، انا في النهايه راح يكون كومبلين في الاثنين، بس كومبلين انه تنقطع تنقطع المويه ويوم واحد او ساعه واصلح واحفر واشوف وين المشكله، ولا 36000 بالضبط. في النهايه كومبلين كومبلين. اكزاكتلي، هذا للاسف. هم معاهم حق في حاجه ان التهريب من جهتنا احنا جوا البيت، واحنا معانا حق ان التهريب مو جوا البيت، قصدك في الحديقه برا. في الحديقه برا بالضبط. هذا مهم. احنا معانا حق ان التهريب تحت الارض، يعني ما اشوفه فيزيكلي، انا ما اقدر اشوف شيء وما نعرف عنه، فالمفروض اقطع المويه، شوفوا التهريب اللي عندكم عشان نصلحه. صراحة أشكر كل إماراتية كلمتني الحين تحاول إنها تساعدني وتعطيني من خبراتها، وبالذات الناس اللي صار عندهم ليكج من أول كيف تصرفوا. وحتى البنات اللي يشتغلون في ديوة تواصلوا معاي الحين يحاولوا إنهم يلقون حل، يعني عن جد ما أعرف كيف أشكركم، أنتوا ذوق. راح أرجع البيت وراح يجي مقاول البيت وراح يجي مهندس من ديوة ونشوف المصيبة اللي موجودة عندي وين أساسها. أنا كسعودية أعتبر أجنبية في دبي، فلذلك فاتورتي تكون غالية. مهيرة جارتي وإماراتية، فسألتها عن استهلاكها للمكيف. متخيلين؟ نفس البيت، نفس المساحة، نفس الاستهلاك، بس مهيرة تدفع 800 بالشهر، أنا أدفع 8000 كأجنبية. تذكرون لما تبهدلت في رمضان أنا وبنتي والعاملات واضطرينا نطلع من البيت 5 أيام رحنا عند هبوش بسبب التسريب اللي موجود؟ طبعا الموضوع انك تكسر في الحديقة وتصلح البايبات وترجع مرة ثانية تصلح الأرضية يكلف كثير، غير الفاتورة اللي مالك ذنب فيها بسبب التسريب. وبطبيعة الحال اضطريت اني ادفع 11000 درهم ثمن التسريب اللي انا مالي ذنب فيه، لولا انقطعت الموية ما دريت، حتى انذار ما وصلني.
والحين اغيب شهر ونص اجازه عشان ارجع اشوف الفاتوره، بس المويه لحالها 36,000 درهم. ليه؟ ديوا يقولوا لي في تسريب، والمقاول يقول لي صلحنا التسريب، والعداد شغال كانه ماكينه فراري. مين بيدفع 36,000 في النهايه؟ خلوا المويه على جنب، الكهرباء 8,000. ماني فاهمه يعني الصرف الصحي وانتم بكرامه الحاله فاتورته 7,000. اللي يغبن بالسالفه انه سواء كانت غلطه المقاول او انه ديوا ارسلوا لي اشعار وانا مسافر ما دريت عنه، انه انا اللي لازم ادفع في النهايه.